لحد الآن الاتحاد الدولي لم يرد رسميا على المراسلة التي بعثها الاتحاد الجزائري يوم 7 مايو الماضي. فنحن دائما ننتظر. وكشفت يعني في الخراجات تاع النقد الوطني تكلم بلغة الصراحة حول هذا الموضوع لأنه يبقى مطروح لحد الآن. يعني التحكيم في إفريقيا يبقى مطروح. احنا اللي نتمناه أن المسؤولين خاصة على الكرة في إفريقيا أنهم يعملوا كل ما في وجههم في جهدهم أن يرفعوا بمستوى التحكيم وكذلك النزاهة في التحكيم. هذا ما تكلموش على الأمل. احنا الواجب قمنا به. بعد اللقاء كان هناك ملف مش على مستوى الفيفا ملف تقني مرة أخرى. الفاف عملت ما عليها, النخب الوطني والطاقم التقني نظن بلي عملوا ما عليهم. الفيفا لحد الآن لم ترد بوضوح, لكن هذا ما يعنيش أننا نبقى غير نشوفوا إلى الوراء. بالعكس اليوم رانا نمشي إلى الأمام والميدان هو الفصل إن شاء الله.